طيب كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم، وكنت بسأل زميلتنا نورهان طمان عن فكرة هنا كريستيانو أو موضوع كريستيانو أو هذا الملف، يعني لأن في مشاكل كتيرة حول كريستيانو الأيام دي، وفكرة هنا كورونا وإن هو بيخضع كريستيانو للتحقيقات لخرقه قواعد كورونا. وزير الرياضة الإيطالي قال إن البرتغالي رونالدو لاعب يوفنتوس لم يحترم البروتوكولات الطبية الخاصة بقواعد كورونا عند عودته من تورينو قادما من البرتغال، مضيفا ان هناك تحقيق من قبل المكتب الفيدرالي. رونالدو كان انضم لمعسكر المنتخب البرتغالي، ده كان خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة للمشاركة، ثم تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وبناء عليه استبعد من المعسكر وعاد لإيطاليا على متن طائرة طبية خاصة للخضوع للحجر الصحي ده في منزله. إلا أن هنا بقى وزير الرياضة الإيطالي يرى أن النجم البرتغالي اخترق قواعد الحجر الصحي، وسيتم فتح تحقيقا حول الواقع. أنا مش عارفة الصورة اللي احنا شفناها لو نرجعها تاني بعد إذنكم، هو كده في الحجر الصحي يعني. لا مش صورة اللي قبلها، هو هنا مفروض الصورة اللي حضراتكم هتشوفوها وهو في الحجر الصحي. ف انت مالية ايدك من المعلومة دي؟ أيوة أيوة، يعني هو كده محجور؟ هو كده محجور، هو لسه كان حاططها وعاملة له فولو بقى. أنا عارف، لا دي كانت وهو في الحجر الصحي. يبقى ربنا يمني بالشفاء إن شاء الله. شيء صعب جدا قوي خالص الحقيقة. اللي حصل كمان إن جريدة أو صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلت تصريحات وزير الرياضة الإيطالي اللي قال فيها إن رونالدو لم يحترم البروتوكولات في رحلة عودته من البرتغال أثناء إصابته، وقال كمان تصريح يعني اتوقف عنده كتير جدا صحفيا، كلمه ان او جمله ان لا احد معفي من المحاسبه، وان دلوقتي بتحصل او بيحصل تحقيق من قبل مكتب المدعي العام الفيدرالي لاثبات هذا الامر من عدمه. كتير برضو تناولوا الموضوع، ورونالدو رد على هذه الادعاءات مؤكدا التزامه جميع الاجراءات اللازمه، وقال انا متواجد في المنزل احترم البروتوكول ولم اخترقه كما قيل انها كذبه، فقد عدت الى ايطاليا بواسطه الاسعاف الجوي، لم اتواصل مع اي شخص وعائلتي في طابق اخر من المنزل ولا نتواصل مع احد. وكمان النادي نفسه نادي يوفنتوس اكد هو الاخر التزام لاعبه البرتغالي بالاجراءات، وأضاف أن رحلته كانت بترخيص من السلطات الصحية. وقال أيضا نادي يوفنتوس في بيانه، عاد كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا برحلة طبية مصرح بها من الجهات الصحية المختصة، وسيواصل عزله في منزله. طبعا في كل الأحوال قصة كورونا يعني لم تنتهي بعد، وتأثيرها مش بس كان على الرياضة الحقيقة، ولكن على كل حاجة حوالينا. يعني في أوروبا على سبيل المثال الأيام دي بالتحديد، في دول كتيرة في أوروبا ابتدت تجدد القيود على التنقل بسبب تفشي فيروس كورونا مرة ثانية، منها ألمانيا اللي بتستعد لإغلاق جزئي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وكمان فرنسا فرضت حظر تجوال مرة أخرى، وكل دول أوروبا الحقيقة. يعني مثلا برضو امبارح أو أول امبارح إيطاليا الدنيا ابتدت فيها برضو تتقفل إغلاق كامل، كل حاجة ممكن تتخيلوها، مسارح، سينمات، صالات، جيم، نوادي، أي شبه التجمعات الموجة الثانية في أوروبا.